معايا يا جماعه اقول لكم ازاي تعملوا العيش في بيتكم بطريقه سهله جدا. اول حاجه معايا كوبايتين دقيق، حطيت نص كوبايه شفشق الخلاط وكوبايه ونص لسه حطها في الشفشق كده، نص كوبايه وبعديها نحط معلقتين سكر صغيرين ومعلقة صغيرة ملح. نحط كوبايتين مية واضربهم بقى كويس جدا. وانا ضربتهم في الخلاط كويس جدا هحطهم بقى في الساندوتش دي. اول ما ياخد اللون الذهبي هقلبه للجنب تاني. ايه رايكم بقى يا جماعه في الطريقه؟ لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا.